والسلام على أشرف المرسلين، تحية خالصة لآبائي وكبار البلاد، أمهاتي، أخواتي، إخواني، طلبة، الشباب، بلدية مسعد. أرحب بكم وأرحب بضيوف الكرام، وأرحب بالسيد قيصار بن سالم متصدر قائمة جبهة تحرير على مستوى المجلس الشعبي الولائي ومن معه. أرحب بهم مرة ثانية وأقول لهم أنتم في أهلكم وداركم طابتم وطاب ممشاكم. بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية. إخواني، لا أعرفكم بجبهة تحرير. جبهة تحرير هذا الحزب الذي عهدناه من آبائنا وعهدناه من الشهداء الذين ماتوا من أجل هذا الوطن، الشهداء اللي ضحاوا في هذه البلاد، وكون هذا الحزب من الجبال. فلا أستطيع أن أعبر، خانني التعبير، ولكن أقول لكم مرة ثانية شكرا لكم، وطبتم وطاب ممشاكم، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك الذي سنختتم به هذه الحملة الانتخابية للعهدة الجاية. هلية ربي وفق الجميع إن شاء الله لما فيه الخير للبلاد والعباد. وأحيل الكلمة للسيد متصدر القائمة جبهة تحرير، السيد قيصار بن سالم، فليتفضل مشكورا.